ولآخر أخبار الرياضة والملاعب بنرحب بزميلنا حسام نصار. حسام صباح خير مهند، صباح خير لك جميع المشاهدين، إن شاء الله بداية أسبوع جميلة. أهلا وسهلا فيك حسام. يعني الأهم المونديال، مونديال روسيا، شو آخر الأخبار بمونديال روسيا؟ الأخبار مشتعلة صراحة في مونديال روسيا 2018، انتهى من يومين دور الثمانية. نعم. شهد مباريات قوية، لكن يمكن ما في كان هالمفاجآت الكبيرة باستثناء خروج المنتخب البرازيلي على يد منتخب بلجيكا. نعم. هاي كانت يمكن أكبر مفاجأة خلال. نعم. هذا الدور، بالإضافة إلى خروج أصحاب الأرض المنتخب الروسي، انتهى مشوارهم عند هذا الدور لكن أدوا أداء أكثر من رائع. نعم. غلبوا المنتخب الكرواتي اللي بالنهاية استطاع الفوز بركلات الحظ الترجيحية. نعم. عند نهاية المطاف المنتخب الفرنسي يواصل الوصول إلى الأدوار المتقدمة واستطاع أن يطيح بالأوروغواي، هذا المنتخب العنيد اللي قدم أداء أكثر من رائع في دور 16 أو في دور الأول، لكن بالنهاية كانت الكلمة للفرنسيين عن. نعم. عن طريق نجومه مبابي ورفاقه أيضا، وفي المباراة الأخيرة استطاع المنتخب الإنجليزي أن يحقق الفوز على منتخب السويد بهدفين دون رد. نعم. تم المربع الذهبي إنجلترا فرنسا بلجيكا وكرواتيا، راح يواجه أكيد المنتخب الفرنسي المنتخب البلجيكي، المباريات حتبدأ يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ويوم الأربعاء حتكون مباراة على صفيح ساخن صعب التوقع فيها بين الكروات. نعم. والمنتخب الإنجليزي. يعني الأجواء راح تبلش تشتعل في المونديال مع يعني نحكي بداية التصفيات. صحيح. لا نعرف مين 100% بطل العالم. السوشيال ميديا كثير مشغولة بموضوع المونديال هالأيام، يعني وأنت أكيد من المتابعين للسوشيال ميديا حسام، شو آخر الأشياء اللي بتنحكى قاعدة بالسوشيال ميديا؟ والله السوشيال ميديا يعني سواء ما في تغريدة ما في تويتر لأي لاعب لأي نجم، حتى السياسيين دخلوا في 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 كأس العالم، وكان هناك في فيديو منتشر بشكل كثير كبير لرئيسة كرواتيا، خلينا نشوفه وياك. نعم. يلا نتابع. نعم، يعني كثير مبسوطة رئيسة كرواتيا، كانت يعني بفوز فريقها طبعا على روسيا. أكيد. نعم. يعني هي خلعت ثوب السياسة زي بيحكوها. نعم. وأصبحت من أحد المشجعين منتخب الكرواتي. في هاي المباراة كانت في ظروف جدا صعبة على المنتخب الكرواتي، احتاج للوصول لركلات الترجيح. نعم. لكن زي ما بيحكوها نسيت أن هي أصلا رئيسة لكرواتيا، وتفاعلت بشكل لا إرادي، حتى بعد المباراة نزلت لغرف الملابس للاعبين وبدرتهم الاحتفال. والله الفوز جميل جدا يا محمد. حتى يقال انها طلعت يعني على درجه سياحيه سفر. صحيح. حتى تيجي وتحضر وتشجع وتكون مع منتخب بلادها، يعني اكيد الواحد بيعتز دائما بفريقه وباللاعبين المميزين في بلده. قمه حسام، اذا بدنا نحكي قمه الانجاز والعطاء والنجوميه للاعب كره القدم، ايش بتكون؟ والله انا صراحة ما بنقدر يعني نختصرها في إشي معين، لكن في 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 بطولات وفي إنجازات لأي لاعب لا يمكن أن تنسى، اللي هي دوري أبطال أوروبا، كأس العالم، وأن يتوج بجائزة أفضل لاعب بالعالم. ومن تاريخ كرة القدم كامل 8 لاعبين فقط هم اللي استطاعوا أن يحققوا هذا الإنجاز. شو رأيكم نشوف منهم؟ خلينا نشوف. يلا.
يعني حسام ثمان أساطير شفنا إنجازاتهم، لكن السؤال كريستيانو رونالدو وميسي يعني باعتبار أساطير، لكن وينهم؟ هذا السؤال مش أنت بس تطرحه، يمكن كثير من الشارع الرياضي على مستوى العالم بسأل عن رونالدو وميسي. يبقى إنجازهم الوحيد اللي غاب عنهم هو كأس العالم، يعني إحنا نحكي عن رونالدو 5 كرات ذهبية، ميسي نفس الشيء، 4 كؤوس لدوري أبطال أوروبا لرونالدو، ومثلها يمكن لميسي. حتى أفضل لاعب لهم فترة طويلة، يعني من 10 سنوات ومحتكار كامل. نعم. 5 جوائز لكل لاعب، لكن يبقى الحلم الأهم له كأس العالم، هذه الكأس الغالية اللي من خلالها ممكن لاعب يوصل من أوسع أبوابه أي باب التاريخ، وهذا هو يمكن الله أعلم 2022 بيلحقوا فيه أو لا. نعم إن شاء الله يعني بيحققوا كأس العالم. طب بدنا يعني نحكي محليا، صورة لعامر شفيع تثير الجدل، احكي لنا عنها. تثير الجدل لكن هي بالنهاية أصبحت واقع. عامر شفيع اليوم بعد زي ما عم بنشوف، بعد ما كان سنوات طويلة يحامي عارين نادي الوحدات. نعم. حقق معاه العديد من إنجازاته، هو اليوم يخلع تيشيرت الوحدات ويلبس تيشيرت شباب الأردن، هذا هو عالم الاحتراف. على الجميع أن يتقبل هذا الموضوع. نعم. سواء كنت يعني محب لعامر مع الوحدات أو غيره، الواقع يفرض نفسه. كان هناك يعني نوعا ما في اختلاف في وجهة النظر حول قيمة عقد تجديد عامر شفيع لنادي الوحدات. شباب الأردن استغل هاي الفرصة، قدم عرض أكبر لعامر شفيع. عامر شفيع وقع لنادي شباب الأردن. بالنهاية كرة قدم، يمكن جمهور الوحدات مش متقبل هاي الصورة انه يكون عامر شفيع بعد سنوات طويلة، لكن انت زي ما ذكرت حسام، هذا هو عالم الاحتراف، هاي الرياضة يعني، وهذا هو الاحتراف. بالضبط، عامر شفيع قدم الكثير للوحدات. نعم. لازم. نعم. يعني جمهور الوحدات يعني ما اكيد امنياتنا للكابتن عامر شفيع، اكيد يعني دائما بيتقدم الوطن ويحمل ان شاء الله اسم الاردن عالي. بدي اشكرك حسام نصار، بنرجع نشوفك يوم الاثنين الجاي وبالاسبوع الرياضي. شكرا جزيلا لوجودك معنا حسام. اهلا وسهلا فيك. We'll be right back.